السلام عليكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد عبر قناتكم قناة أمير أول سبورت اللي تهتم بالشؤون الرياضية. الأولوية للحدث والحدث هذه الأيام أو الأيام المقبلة هو احتضان الجزائر لشان 2023 بداية من 13 جانفي المقبل. من هنا ستكون الانطلاقة من ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. كانت لنا اليوم جولة إلى الملعب وشفنا وراح نكتشف مع بعض الجديد اللي طرأ داخل الملعب، منها تركيب الألواح الإلكترونية اللي وصلت إلى الملعب، وكذا شفت صورت ملعب تدريبات وأمور أخرى راح نشوفها مع بعض في هذا الفيديو إن شاء الله. إذن نقول لكم مشاهدة ممتعة للجميع، إلى فيديو آخر بحول الله، السلام عليكم. Thank you.
لا ما شاء الله. اسمح بقول كابل كاع خارجين منو رايحين. اسمح بقول كاع ستاد راهو اونتيري بالانترنت. كم ستاد؟ نو جو فو دير لا زون هادي سورتو تاع مازال.